السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. هذا الزعفران الآن حنا على بدايات زرعته، يعني إلى بعد أسبوع نبدأ نزرع، معنا شهر كامل. الآن هو حس بالبراد، بدأ يطلع. شوفوا شلون، شوفوا الآن هو حس إنه بدأ يجي وقته، الآن بدأ يجهز. هذه الآن لو تحطه بالأرض بالعلبة داخل البيت على الدريشة، ما تقعد 15 يوم إلا أنت قاطف منه زهرة الزعفران. شفتوها الآن بالبداية، كله بداية خلاص، ومعنا عاد مدة إلى 15/10. اللي يبي الشتلات هذه فمن الآن إلى شهر معك مجال تطلب، كل ما تبتشر أحسن خلاص. لذا بدت العلامات هذه، هذه كلها بداية إنتاج. طبعا واحدة تنتج من زهرتين إلى ثلاث بإذن الله تعالى، وتقدر تحط بالبيت يعني مثلا لك 100 حبة 200 حبة، وبإذن الله تعالى تقعد لك فترة، لك كم من يوم وانت ما تقهوى إلا منها. وهي ما هي بتجارية هي، ولكنه كهواية الكبار السن يشوفونه ويستمتعونه، واللي بالمجلس يقوم ويقطف له 5-6 من المياسم ويحطها بالقهوة، يعني شيء حدث جديد وجميل. وفق الله الجميع.